السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير جميعا، معكم اخوكم ركام غنيتم جيم سنتر. اليوم جاكم حلقة جديدة جيم بلاي جديد من لعبة مونت بليد والفاير اند سورد بسيف البارود على قولتهم. طبعا الحلقة هذا رقم 33، ما توقعت نهائيا بوصل هذا العدد من الحلقات، لكن ما يهمني صراحة بقدر ما يهمني انه يكون يعني الحلقات يعني حلوة وممتعة وزي كذا. طبعا تكمل مباشرة، طبعا الحلقة هذه تكمل مباشرة الحلقات اللي راحت او للحلقة اللي راحت، يعني الحلقة اللي راحت صار فيه كذا يعني كافخ ومكفوخ دبجناه ودبجونا، يعني استغربت صراحة من انه الكوساك ما انتهوا، ما لقيت جواب للموضوع ذا في الجوجل. حاولت ابحث انه كيف انهي الشعب زي كذا، بس ما دققت، ما بحثت يعني بشكل دقيق يعني لاني ما كان عندي وقت بصراحة. ويعني الحلقة اللي راح دفينا او صدينا كذا هجمة من هجمات الكوساك، وبنفس الوقت ملك بولندا دعسنا ذا دعسنا ذا رديناهم ورا. الان ما في ولا مدينة تبعي محاصرة ما عدا هذه فورت بس ما هي مدينة، لكن المدن كلها يعني ما في اي شيء لي محاصر من الخلف، كلهم يعني جايين من الجهة الامامية، تحديد زبارز مدري ايش فورترس. فانا بندفهم من زبارز ونروح على بار فورترس، بعدين لفيف ودبنسك، هذه ثلاث اشياء ضروري ناخذها عشان نسوي في منطقه فاصل هنا ما بين الجهه ذي، اتكلم عن بولندا انا، ما بين الجهه ذي وما بين الجهه ذي. هذه هنا في عندنا طبعا قلعه فقط لحالها، وهنا عندنا باقي الجحلط البولنديين اللي طبعا يتمركزون بالمدينة الرئيسية سمولسك، هذه المدينة الرئيسية تبعهم، هي أكبر مدينة لهم، وبإذن الله يعني هي بتكون آخر شيء أضربه، لكن إذا ضربت الثلاث هذه الأشياء ذي يعني بكون سويت شيء كبير جدا الحلقة هذه. هذا هدف الحلقة هذه، أشيل هذا البتاعي. طبعا بالطريق وإحنا ماشيين بنحاول نعطي أوامر، طبعا بنمسك شوية جحاليط، هذا 36 يصير نشيلهم، واحد واحد في ناس انحاشت. سمت شايفين عزام شهدين. يعني نحاول نتخلص من ما تبقى من قوات الكوساك. لأن قوات الكوساك ذولا قروشة يعني ما عرفت شلون انهيهم، عكس وورباند اذا دمرت المدينة كلها ما بقى لها يعني الدولة ما بقى لها اي شيء، خلاص يعني تنتهي. هنا لا، ما ادري ايش السالفة. يعني نبغى جيشنا يكون قوي. طيب، فبنعطي أوامر يعني إخراج جنود في الثكنات.
انا عندي من اول جنود باخذهم وبطلب زيادة، لان الجنود اللي في الثكنات اقوى من الجنود اللي تاخذ عادة. يعني كان عندك وينجد هاسر، طبعا انا غريبة ما في وينجد هاسر، وين ما في وينجد هاسر شيء غريب. طبعا ناخذ معانا اكل ونبيع الاشياء والاشياء. طيب نبيع بعض الاشياء، ناخذ الزيتون واللحم المجفف والقريب اللي هي العنب الاسود او العنب الاسود اسميه انا. طبعا جاتني تكاليف المدينة تبعي وزي كذا. ايه معركة هنا ولا ايش؟ ما في. فزي ما شايفين يا حلوين، ناخذ الجنود اللي كانوا عندنا ونعطي اوامر اخراج جنود زيادة عن اول. الباكمان ممتازين، يسوون قرش داخل الجيم. يا سلام، وهذا السماعة تقول الشحن قرب يخلص. فلحظة شوية نكمل الفيلم الهندي الحين، شبكنا الشاحن. فزي ما شايفين أعزائي المشاهدين، نتوجه على زبارة فورترس نشوف وش من جحلط. طبعا مدينة شيء 316، يعني الجيش حقي شوية مجروح، ما هو كثير يعني، ما عندي الا 4 خيل مجنح. طبعا ما في الا شوية زلايب، انا جلدناهم اول. فزي ما شايفين دفناهم، ما عاد بس 2. لحظة، هذا اخويا بيجردوهم. حلو، طيب تعال. فبنتوجه الحين مباشرة، ما عندنا اي مدينة محاصرة، دفناهم الحلقة اللي راحت زي ما شايفين. هم والكوساك، بولندا والكوساك دفناهم دف من المناطق الشمالية تبعي. فالحين طبعا هذا مو الشمال، هذا ما هو الشمال، هذا الجهة كذا سيدة كذا، هذه الجهة الغربية، هنا الشمال كذا، شمال كذا، غرب كذا، جنوب كذا، شرق. فالجهة الغربية هذه من المملكة حقي أو من الدولة حقي، صار فيها إيش، هذا ملك حق بولندا زي ما شايفين. ودي أشتبك معاه صراحة، ولو أنا أشتبك معاه ما راح يكون شيء سهل، بس إيش، محاصرة المدينة أفضل من الاشتباك. خلي ذول يجون، ايوه لان فيها حراس كثير. ونحاول نفجر السور كالعادة. طبعا الكوساك قالوا لي طيب عطنا واحد من المسجونين عندك، بقول لهم لا. كثير ناس مسجونين عندي على فكرة في المدينة الرئيسية تبعي، من ضمنهم الملك، بس الملك فكاته الحلقة راحت مقابل 11300 ثالير. تشركاسي الحين يعني بدأ ملك بولندا هو لحاله معاه واحد ثاني شفته، لأن جيش الباقي كله دعستهم الحلقة راحت. فجاي الملك حق بولندا محاصر تشركاسي، يلا الله يقويك على قولتهم. كسرنا السور، بندخل بناخذ المدينة ذي إن شاء الله، أو القلعة هذه. هذه ما هي مدينة، هذه فورترس، هذه ثاني مرة أخذها على فكرة. لما تكسر السور فرصة إنك تاخذ المدينة تصير فرصة عالية جدا، فرصة كبيرة، وهذا اللي بنسويه الحين. والله دمجته بس ما مات. فالحين بنشيل الجحلط، اعطيتهم اوامر انهم يكونون يعني قريبين من بعض، الجنود تبعي يكونون دائما قريبين من بعض، عشان ايش، ما يعطون فرصة العدو انه ايش يشيل كمية كبيرة.
داخلين فيهم. بعد القلعة هذه إن شاء الله بناخذ المدينة الثانية اللي جنبها. طبعا ايش الى الان ذابحين منهم 38 39. ام عاد من ذا وين كيف والله ما ادري وين جتني الطلقة. ما ادري وين جتني الطلقة قبل شوية، اتوقع جلتش دخلت من ورا جدار يعني جت فيني ما ادري شيء غريب. بس ان شاء الله والحلقة هذه بنسوي تقدم على قولتهم او تقدم تقدم كبير على قوات البولندا ذي. نحاول نركز على بولندا. إلى الآن ذابحين منهم 65 والعدد فيه تزايد. طبعا المدينة فيها 300 حارس، هو ما عدد كبير يعني، والله يعتبر عدد كبير يعني، بس أنا شفت في مدن فيها حراس أكثر يعني. وقد شفت أول حلقاتي رايحت يوم دخلنا مدن حاربنا 1000 ضد 700 و800 ضد مدري كم. 300 ما هو عدد كبير، وهذه يمكن ثالث أو رابع طلقة أضيعها. كمية البشر اللي هناك. طبعا انا من الجيش حقي ما مات الا 3 أو 4 أو 5 وانجرح 23 25، فيه جرح كثير والله. لكن هم خسائر اكثر في صفوف الجنرالات تبعي، بس طبعا ما تقارن بخسائرهم هم، يعني خسائرهم هم اكثر مني. الحين منهم 105 هنا الان. ما ادري شلون طلقة يعني تشطفهم، ما ادري كيف. ايوه والله دمجوني، جاني دمج جامد. بلعب بعيد بولندا ما هي سهلة صراحة، صعبة شوي، حراسة مقوية. أنا ما أبغى أدخل يعني، بس إن شاء الله نأخذها. إلى الآن يعني ما ذبحوا مني شيء. جيشي أنا فيه 300 جندي، ذبحين مني 20 وجارحين 50، يعني 70. باقي فينا خير. بس هذول الجنود قاعدين يجون، هم الجنود تبع الأمراء أو الجنرالات اللي معاه، وجنودهم زلايب يعني. فبسوي حركة الحين، بخليهم يدخلون، بيداتهم عليهم مباشرة، يدفشون فيهم دفش كذا.
والمشكلة والمصيبة انه لا زال في ناس فوق فوق السلم، بروح اذبحهم. بحاول اشيل الناس اللي فوق هذا لان مسويين قرشة. الله يستر لا تدمج ولا شيء، نسرع فيها عملية دعس الحراس هذولا اللي ما هم سهلين. في كم واحد هنا؟ مؤخر شوية لا تجينا طلقات. اوه هذول كيف بذبحهم؟ يوه هذول في الجهة الثانية. امزح يا ولد، بروح اجيب طلقات. الحين بصيدك، الحين بصيدك. ابعش قبله. ها 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 ها، هذا زي الكوبوي ذولا. الله الا الله تجي فين. هذاك واحد وسخ بعد قاعد يطلق عليه، انا اوريك. جت فيه والله ذا الله وجيبه فيني. طيب انا ما ادري ايش اسوي الحين، ودي اطب عليهم اسوي كذا حركه نينجا، بس ما ادري منين اطب المسافه ذي كلها ولا لا. والله اني بطل، كفو. زين شايفين، حاول انظف المكان هذا. ما في احد هنا، ذبحنا منهم تقريبا خلاص، قربنا نشيلهم كلهم. بس والله داعسين لي ناس كثير يعني، كمجروحين 92 واحد مجروح، كمية جرحى كبيرة صراحة. خلاص دعسناهم دعسناهم، تم الدعس. اعزائي المشاهدين كانت معركة حامية مرة مرة حامية، على خير خسرت فيها مجروحين اغلبهم من المعركة السابقة، لانه ما ريحت انا، المفروض اريح، بس انه يلا مو مشكلة. صار عندي 97 مجروح، 54 ميت، و 151 الاجمالي. الجنود اللي معايا برضه خسروا خسارة كبيرة، ولكن ما بقى أحد في المدينة حقتهم، دمان وصلت الركب، وطبعا لازلنا باقي حراس جوا. يا سلام يا سلام، باقي برضه حراس زيادة أتوقع، والله ما أدري. لا خلاص، بس إيش أباخذ من الأسرى اللي في المدينة دي. وهاي طبعا معركة قوية جدا وتحرك مفيد جدا بالنسبة لي بعد ما اخذتها، لانه يعتبر مرة يعني ايش قلعة، هذه قلعة مهمة. وناخذ القوات القوية. طبعا الجنود اللي ماتوا قبل شيء في المعركة ذي كلهم من ابو كلب، الجنود الاقوياء تلقاهم مجروحين ما يموتون. وين قد هسر عندهم ثلاثة دراغون. ماركسمان نوبل جارد فالنتير ارمر كاساك تاون كاساك، لا ما نبغى سكتش. ايوه نخلي قواتنا قوات قوية شوية. وصلت العدد الكافي،
يعني كل جيش تقريبا جامد عدا هذولا، بس يعني لا الجيش بشكل عام ممتاز. يبغالي بس اريح. طبعا اخذنا بار فورترس، وهذه ثاني مرة ناخذها على فكرة. مهمة جدا، يعني تقدم مهم جدا في المدينة دي. بنريح فيها زي ما شايفين. قال لي تبي تعطيها لمين؟ بنشوف. وان تاون وان فورترس وان فورترس وان فورترس وان فورترس وان تاون وان فورترس وان فيلج وار لورد الكسندر وار لورد. خلنا نعطيها لذا. طبعا في واحد زعل اللي هو كولونيل جان. كولونيل جان المرة الجاية بنعطيه، مو مشكلة. لحظة لحظة، في حوسة قاعدة تصير. على طول صار فيها 300 حارس، هذه حلاوة انك تعطيها لواحد امير زي كذا. لحظة، خلنا نمسك هذا. طبعا انا ريحت شوية مو كثير. هذا ما ادري وين رايح حاليا. نبي نبيع الاشياء اللي معانا وناخذ اكل وزي كذا. ما في اكل هنا. طيب نروح التفر نشوف ايش فيه، بس كذا نطل ما في شيء. طبعا هذا تقدم جامد جدا مثل ما قلت لكم. الهيلث حق اخويا يعني نضبطهم مهاراتهم وشياهم. فزي ما شايفين زي ما شايفين يعني فرصة ما دام كسحنا الكوساك نتقدم بسرعة على بولندا ونحاول نشيل لهم شلة جامدة. هذا واحد من الكوساك كومباني كوماندر، هذا مهم جدا اني اطير راسه. سرعة 3.4 انا 4.2 4.8. لا هذا اسرع مني. خلينا نشوف كم في حارس هنا. هنا في وارلورد و 230 يعني 300 اجمالي، بس احتاج واحد بس يكون معايا. دبنسك هذا لازم ارجعه، بس ما اباخذ الفيفو ولا شيء. فبحوس حوس حوس لين اجيبهم او لين يجون امرا حقوني. ما ادري وينهم، ولا نطقطق على ذا شوي. لا اسرع مني. اي كلهم مريحين هنا، كل اخوي مريحين هنا. طيب ناخذ اكل شوية. زي ما شايفين عزيزي المشاهدين الامور كلهم مريحين هنا. رايح معاهم شوي. ايوه هذا قاعد يطردوه. زي ما شايفين كولونيل الكسندر امسكه. ريح الامراء حقوني. والله مسكوه. ما بقى الا واحد. انحاش حط رجلك بس. راح فيها راح فيها الله يرحمه. طيحوهم الخيل. اسمع تشويت الحين يا حبيبي. تشويت 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 مات. تشويت 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 بعدين طلقة رصاص يا حبيبي قلبي. طيب طبعا قال شكرا انك فزعت لي مدري ايش. انحاش الامير حقهم. طبعا زي ما شايفين هذول مهمنا ان نمسكهم. الهيد كوارتر مهمنا ان نمسكه. اثنين ذولا بس ايش، ما نبي نروح بعيد. خلنا نحاصر لفيف. تعال الله يرحم لي والديك. لا تروحون. لا زال قاعد فيه هذا الامير الور لورد جنرال الحرب على قولتهم. اخوي انا ما ادري وين رايح الله يهديهم، بس خلوهم خلاص. طالع طالع الحلو طالع. يا سلام والله طلع طلع ما ادري كيف اسرع مني من الذين. شكله بيروح دبنسك. والله غبنا. ايه بيريح بدبنسك. طيب خلنا نحاول اكلمه.
شوف اذا يجي معايا ولا لا. لا ما يبغى. طيب هذا فيها 300 حارس زي كذا، حلو. طيب خلينا نحاصرها ما دام ما فيها الا 200، نقدر لها ان شاء الله. خلينا نفجر السور لحالي، اقدر لها 200. طيب دفعت تكاليف الجنود، صار معي 61 ألف. يعني صرت مطروخ فلوس، بس ايش لازم اخذ الفيف، وباذن الله الحالي اقدر اخذها باذن الله الواحد الاحد. بعدها بناخذ دبنسك. يا سلام يا سلام، فجرنا السور، ما في الا 230 حارس بس، وانا معايا من افضل الجنود في المنطقه، من افضل الجنود. ان شاء الله بنسدد لهم ضربه محترمه ورا بعض كذا، نطيح بولندا كذا زي الشطرنج. نعطي الرماه امر. انهم يعني يطلقون على عشوائي، وبقيه الجنود يكونون قريبين من بعض عشان ما يصير قروشه، عشان زي كذا يشيلوهم واحد واحد. أم عاد أم عاد، والله جابونا لهناك عيال لدينا. خلنا نزبن هنا نعشق، بس هنعشق هنا ونشيلهم واحد واحد، ولا اذا بيجي واحد من ورايا. اعى نفسك. اوه انزل 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 بس انزل. ايوه تعال تعال هنا، تعال هنا تعال هنا بس، تعال هنا تعال هنا. ايوه ايوه كذا انط واحطها في نقطة. يا حلال، الى الان ذا الحين منهم 133، باقي 100 بس، باقي 100. خلنا نعشك وشيلهم من فوق من هنا، اجيبهم صح مسنترين مسنترين. يا سلام، جرمن انفنتري مسكتير يا حبيب قلبي. طيب ما بقى منهم شيء، بعيدين شوي يعني ما يذبحون جنود يجرحوهم بسيطة. هذا واحد مات، والله في والله في ناس ماتوا، 18 واحد ميت. ايش قاعد يسوي ذا؟ تهيل داخل عليهم الجنود حقوني، اللي انا معطيهم امر يكونون قريبين من بعض، لهذا السبب بغاهم يلتحمون عشان الاصابات تصير قليله ويدعسونهم بسرعه. والله جبته من بعيد يا لبيش. جرمن انفنتري مسكتير من بينهم كلهم. هذه عاد فلات امها، 200 واحد الان عزيزين شديدين، شلنا منهم، قرب نهايتهم. بعضكم يمكن يقول ليش راكان قاعد كذا؟ عاد هذه ما بفل امها، خلاص فزنا عليهم، تم الدعس.
ثم الدعس، في ناس جوا قاعدين. يا سلام، أخذنا مدينة لفيف للمرة الثانية أعزائي المشاهدين، رجعناها، بس المرة ذي إن شاء الله ما راح تفر مننا بإذن الله. بنعطيها للكولونيل جان وناخذ الجنود الجامدين ذولا بدل اللي ماتوا، مات تقريبا 20 واحد. فطس. نوبل جارد، ناخذ الجنود جامدين، ما نبغى الباقيين، ما نبغاهم. نفس النظام، بنريح شوية مثل ما قلت لكم، نطيح زي الشطرنج، بنعطيه الكولونيل جان لأنه زعل علينا. اوكي، تحسنت علاقته معاه، انسالب 2 إلى 3. والآن بنضرب دبنس كاسن إن شاء الله، ونظبط حدودنا الغربية من الجهة ذي من جد، يعني نضبطها صح. أتوقع إني ريحت ما فيه الكفاية. هتمان يقول لنا رجع لنا واحد، مع نفسك، ماني مرجع أحد، والله ما رجع خلاص. هذا طبعا ليش انا كذا بس طقطق عليهم. طبعا ما ادري هذه فيها ثكنة ولا لا، ندرب جنود، ما فيها شيء، ما فيها اكل. ايوه بالهبل، فيها اكل بالهبل. هذا نبغاه، لان استهلاك الاكل عندنا بيصير عالي جدا، عندي فوق 300 جندي. ندز الحين زي ما شايفين في شيء هنا جحلوط، هذا قاعدين يدورون زي يدورون بوش على قولتهم، ما يدرون يسوون. التحم واحد من هذا، تكفى طول شوي، تكفى هنا هنا هنا، طول تكفى تكفى تكفى، ما بقى له شيء، تكفى. ها يا سلام، راح فيها راح فيها هذا، وقفطنا جبناهم. خلاص راح فيه هذا من اول، ابغى صيده، وبالنهايه صدناه، طاح في بعض الباتر اللي حقوني كطعم. والله تشوت، والله ام عاد. لا ينهاش لا ينهاش لا ينهاش، راح الوسخ، الله كسحناهم كسح. كذا يوم مات نخر الخيل عليه. يا حلال، هذا كفكم، ها هذا كفكم، كفو. اخذنا الجنرال حقه مسير. اخس عنده هارمر كوساك. طبعا دبنس كاسل فيها برضو 2 جنرالات، وارلورد مدري وشو الثاني، الكولونيل الكساندر، متقوقعين في القوقعة حقتهم دي. فا يعني ودنا انهم يطلعون، نقدر ندعسهم فيها، بس يعني ما لها داعي نجرع، يعني نخسر كثير ناس، وبيطلعون هم ان شاء الله باذن الله. بس انا قلت بروح اسوي سكاوت المدينة الكاسل هذه من اول، ادي اجيبها، وهذه طبعا خطورة شوية لاني بترك المنطقة ورايا. ما ادري اذا اقدر اقول لاحد من اخوياي، اقول للناس انه خلاص انهي الكامبين، ولا لازم اروح اكلمهم. طاهر لازم اكلمهم، ما يمديني اقول الملك يعني تبعي اذا انا. خلاص نبرين الكامبين شوي، خلهم قاعدين هناك. اوفرول وي ار وينينج ذا وور بات اور انمي ار ستيل هولدينج اون. يقول يعني بشكل عام احنا داعسين امهم، يعني كل الاعداء،
بس لازم ايش نستمر في الدعس عشان نفوز. بين بينكم ودي اكلم احد من الامراء كولونيلز انه خلاص وقف هذا، لا تتبعوني، بس ما ادري وينهم. ايوه هذا بقول له، قول لهم خلاص شويه ما عاد نبغى نطارد. ما عاد ابغى احد يتبعني، خلهم يريحون. في ناس عند شركاسي، طبعا اتوقع ان شركاسي محاصره. ايه يحاول ياخذها هذا ملك بولندا، لكن مو مشكله. تعال بس تعال، اخلي السويدين يطردوك. ديار السويدين ونعمة ديار صراحة. فيها واحد من الجنرالات، فيها 86 214، يعني الكل على الكل يجي حول 300. انا احاول اقول له ايش تجي معايا ولا نحاصرها. نحاول ناخذها، مهمنا ناخذ هذه القلعة ان شاء الله نقدر. جنودي فيها من خير البركة. تشركاسي ما ادري يقدرون يدافعون ضد الملك حق بلندا ولا لا، ما ادري صراحة. دخلناها، نعطيهم امر انهم يكونون قريبين من بعض. يعني فيها تقريبا 300 حارس، خلينا نقول فيها 300 حارس او اكثر من 300، يعني حول 300، بس ان شاء الله نشيلها. راح فيها على طول ما يقعد. طبعا الى الان شايلين منهم 51 دخول، مره ما بصاحي، بس والله جارحين مننا شوي. حاول نذبح الوينجد هوسر، هذولا عندهم وينجد هوسر. والله هناك بس قال ايه، قال وينجد هوسر. الله يا سددت له ضربه في الجبهه، وفي مزيد جايين ان شاء الله.
خلنا نعشق سلاحي. دخلت معاهم كذا بس بغيت افزع شوية ضد الوينجد هوسر. شفت عندهم وينجد هوسر والله كثير. ما يقدرون الحين يواجهون اي احد لاني سويت دفعة يعني جامدة. بنحصرهم محاصرة جامدة بس انا خايف الوينجد هوسر حقونهم. عندهم يعني والله جنود قوية صراحة. بس احنا برضه بنفس القوة واقوى شوي. هيد شوت في الجبهة شلت راسه شيء فجرت ام المخ. راس رايح فيها. جمعين زي النمل. بس والله جارحين لي 80 وقتلين 41 يعني. إلى الآن ذا بحين 240 واحد منهم which is cool يعني. عدد باقي 50 واحد وفي دفعة جاية وفي دفعة لازالت صامدة. بروح معاهم أنا أتأكد أنه ما حد يطلع منهم زيادة. هذا الجيش يا حبيبي طبعا جت دفعة جديدة منهم. افو افو هذا اللي يلعب مع ايش؟ هذا اللي يلعب مع جنرالات الحرب. فذبحنا منهم ذبح مننا بس ما مو زي ما ذبحنا منهم. بحاول اقوي الجنود اللي عندي اخذ اشياء مره جامده. والجنود اللي عندي كانوا جامدين صراحه بس يبغانا نريح الحين. اخذنا المدينه عليهم ضربه قويه جدا ذي. طبعا البولندا مو مدينه ذي قلعه بس انها مهمه. ناخذ جنود محصنين اقوياء. عندهم اربع وينجد هوسر ناخذها كلها. ماسكوريتر ممتاز هذا. فكانت الافضليه للجيش تبعي. دعسنا حراس وجنرال تبع بولندا مع الجنود حقونه. فهذا شيء مهم. طبعا سر المعركه اللي قبل شيء ترى مو سحر. هذا ما صار سحر كذا وشيء لا. السر انك تخليهم ستاند كلوزر اف 2 بعدين تضغط اف 4 كلهم. اول شيء صفر يعني اختار كل الجنود بعدين اف 2 قائمه الاوامر بعدين اف 4 يصيرون كلهم جنب بعض. يصيرون جنب بعض وتعطي برضو تختار رقم 2 الماركسمن وبعدين تضغط على الظاهر اف 3 بعدين اف 2 يصيرون يطلقون عشوائي وبنفس الوقت جنب بعض. فهذا الشيء لما يعني يد الله مع الجماعة يعني تكون دائما تمشي بشكل جماعي يعني تغلب حتى لو كان تحارب سبارتا. برضه دخلت كذا تدخل جماعة مو واحد واحد تدعسهم دعسي صعب انهم يقفون بوجهك. طبعا الباقي ناخذ هذولا يعني يمشون الحال ما هم مرة بس يمشون الحال. وراحت عليهم قلعة جامدة جدا 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 قلعة لودز مكانها استراتيجي. وصراحة ما ادري اعطيها لمين. It will be great. I believe Lodz Castle must belong to the right of the throne. One fortress. ما عنده الا one fortress. Two villages. الله اغنياء كلهم صراحة. انا اعطيها الملكنا
فناس زعلوا، فناس زعلوا، جان زعل، جان هذا اهبل، الكسندر زعل، هو جان الكسندر وجيرزي، يلا ما مشكلة. اعطيناه المنكنة ورفع علم الملك عليها، طبعا احنا مريحين الحين. وتشركاسي قاعدين يحاولون يحاربونها، قاعدين يحاولون يحاربونها، ما هم قادرين ياخذون تشركاسي الى الان. الفاشلين البولنديين طبعا متمثلين بملكهم الغبي ذا، اللي رايح على تشركاسي، عفوا معليش فصلت السماعه، تشركاسي تقريبا فيها 300 حارس. وانا يوم الغيت قبل ما اجي القلعه دي، الغيت الكامبين الحمله العسكريه، كل الجنود والجنرالات تبعي رجعوا لبلدانهم يجمعون جيوش، فاكيد انهم رجعوا وصفقوه، الى الان ما قدر ياخذها. وبجي انا الحين بس قاعد اريح، بطلع الحين. اخذ اكل، هذا طحين بعد يعتبر اكل، طبعا ما ادري فيها، لا ما فيها، زي سيفين سيفين، صار فيها 250 حارس مع قريتين حلوتين جميلتين، تقدم بطل جدا صراحة. وتشركاسي لا تزال تحت الحصار، وانا الان جاي في الطريق اوري شلون يحاصرني، ابى اسدد له ضربة هذا ملك بولندا. يعني خل نروح على دبنسك، نمشي في طريق دبنسك، في خط دبنسك. طبعا انا قلت لكم هذا ملك بولندا والنعم الله، كينج كارل جوستاف، ملك السويد عفوا، خسي بولندا. طبعا هذا فيها 400 حارس، 300 اساسي و95 تبع جنرال، فيبغالي ناس. يعني سلام ما بين بولش ريبوبليك والكرامن خناتي او كناتي. طبعا البولش ريبوبليك متمثلة بالبولش، ما ادري هم انا ولا مين، لا هذا ما هو عالمي. سلام ما بين خانات القرم، ما بين مملكة بولندا الحالية هذه تبع كان، بس ما ادري وش العلم هذا يا اخي، هذا ما هو علمهم، علمهم ما يهمني. العلمين هذا، هذا علم الكرامة خناتي، هذا طبعا ظاهر كان بينهم حرب سوى سلام. اوكي الحين صار تركيز علي انا، لا تنسون قبل حلقتين سوينا سلام برضو مع الكرامة خناتي، ما ادري ايش فيهم عصب عليه فجأة وطيرت لهم مدينة بعدين سويت لهم سلام، وخلهم يقومون مرة ثانية وانا اوريهم. بس انا ودي اركز شوية هذا. طبعا انا رايح تشركاسي، ما هم راضين يفكون الحصار عنها لين اجي انا، انا باجي بفك وجههم مو بس بفك الحصار. طبعا شوف اذا في اكل، ما في، لازم دائما اشيك الاكل لانه عندي قلت لكم جنود كثير، يعني زي ما شايفين الاكل استهلاكه سريع جدا. وهذا واحد من الجيوش، تعال تعال تعال، قضى عليه واسرع مني الوسخ، ظنه كم اقدر اجيبه، ما ظني بيمسك هذا بينهش. طبعا كرامة خناتي للمعلومية داخلين حرب ترى ضد موسكو، عشان كذا سووا سلام ترى مع بولندا، انهم داخلين حرب بيركزون على 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 روسيا، داخلين حرب مع روسيا. هذا الزلابة جاي هنا تشركاسي سوي بيفزع لهم، يعني اني انا بشوف من هذا اللي هنا، اكيد ملك بولندا. تعال طيب هذا وش ذا؟ جيز سيفد يور ماجستي ماي مين هاو ديفيتد ذا فو، هذه مهمة قد طلبها مني اول، خلصت له هي، والحين بجلده. اعطاني 4500 ثلال و 1600 ابجريد تو فور تراس يور ماجستي. ايش يور ماجستي؟ الماجستي مين يا عمي؟ ريليشن وذ كينجدوم السويد، امه ليتني ما خدمته، زعل مني السويدين. وورشاو وورساوس شال بي اورز، شلون هذا مهمه قديمه مره دي يا ليل، الزبده العيون السويدين بدعس خشمك. عددهم 350، ايه معاهم ناس ثانيين. معاهم هذا، هذا الجيش وارلورد ستانف، مدري ايش، خلينا نكلمه. I have a letter from the king. ما زال عددهم 350.
ما ادري هم ما مستوعبين انا معاهم في حرب، هذا يعني شيء غبي صراحه في اللعبه. طبعا علاقتي مع السويد ما هي مره، صرت انا عدوهم الحين، صرت في حرب مع السويد لمجرد اني سويت الحركه دي. يعني ليتني ما سلمت المهمه دي، ما انا بنحارب السويدين هن. يعني توهقت عزام شديد، ما توقعت نهائيا ان هذا الامور بتؤول لهذا الحال، بس مو مشكله، ابغاهم يتفرقون، بس ابغى اشيل الراس العقرب. 3.8 4.2 بجيب ان شاء الله. الحين اجيك لحالك يا زلام. يا ليل كفو، احنا بنركز على الفارس المجنح ذا. هذا هو ملككم، هذا ملككم. تعال 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 يا زلام. اقعد في دفعة جديدة منهم جد. أم عمر لبيه. والله قروشة قروشة. شيل الرماة.
والله جيش ملك ما بسهل. طبعا انا ايش مخليهم قريبين من بعض الجنود حقوني. فعشان كذا ايش تحسونهم كلهم ميتين بس هم مو ميتين. ابغى خيل بس ابغى خيل. تعال بطل بطل. الذين جابوني والله معركة ما هي بصحيح صراحة. رهيبة مرة. ذبحنا منهم تقريبا 130 اللي قواهم الفارس المجنح من العون جدف. طبعا ذبحنا منهم 30 فارس مجنح. تركيز كان عليهم صراحة ولا زال جنودي فيهم حال. طبعا انا بحاول ان اكون بعيد. عددهم 100 وعددنا 200 شلنا منهم بشكل غير طبيعي. طبعا خليهم يلتحمون. انا ودي اشيل الرماح حقونا. اذا شلنا الرماح خلاص فزنا. الرماة هم القروشة. الرماة هم القروشة. جات منهم دفعة بايك من زي ما تشوفون. شايف دفعة البايك من هذه. ابغى اخويا يتقدمون. ابغاهم يتقدمون. لسه عندي دفعة جامدة من الجيش حقي مرة قوية. بايك منه وحوسة وزي كذا. ابغاهم يدخلون يلتحمون باللي هناك الجحاليط الرماة يعني زي كذا. هذا قصدي. لا زال معي قوة رهيبة من الجيش حقي. هذولاك الزلايب قاعدين يحشون. بس اني ما ابغى التحم. انا ما ابغى اموت يعني عشان ايش نقدر نخلص عليهم. لبيه. معارك دامية صراحة. بس دعسناه واخذنا ملكهم اسير عندنا اعزائي المشاهدين لاول مرة. طبعا راح احطه في الزنزانة الزلابة ذا. اوف والله معركة جامدة جدا. برجع الى المنطقة ذي الزلابة حق ذا. ايه شوف ملكة كيف اندعس. طبعا انا اتوقع اننا في حرب مع السويد. ما ادري كيف نصلح الموضوع ذا.
شيء ما توقعته نهائيا، فجأة كذا صرنا حرب مع السويد، فإن شاء الله إننا نقدر نصلح الموضوع ده. السجن، السجن يا زلاب، أنت يا وأنت في السجن يا زلابة، وأنت في السجن. فين السجن عزام شادين؟ عندنا ملك بولندا وعندنا واحد من الكولونيلز، كولونيل، كلهم من أول ذولا مسجنين، حاطنا محل راس أنا، ما أعلم ما في خيرهم يركبوه. فا يعني ناخذ الجنود حقنا ونأمر بإخراج مزيد من الجنود. نبغانا نصلح الوضع مع السويد، نبغى نروح نكلمهم. فمقهورين السويدين، ليش اعطيتهم وجه؟ ليش اعطيت بولندا وجه؟ اسمه مشكلة نصلحها، ناخذ اكله زي كذا. بيع الخرابين ذي خليها، لا هذا تاع 26 دمج، هذا قوم اللي عندي ذا، لا خلاص اجمع نفسي بس خليه، لا تدري ايش يصير. ما عندي بحاجة اشياء زي كذا، لان عندي فلوس، اذا ابغى بروح اشتري، عندي 71,000 يعني من جندكم، فما يحتاج. طبعا هذا يقول ما اقدر ادفع لك كل شيء، قلت له خلاص ادفع اللي عندك، لكن هذا لازم اخذه. زي ما شايفين عزيم شادين معايا كم، معايا 267، بروح رايح قدام في كورسون، ما عاد عندي ولا مدينة محاصرة، لكن الله يستر من السويد لا يحوسون علي هنا ولا هنا. بغالي اقابلهم وسلم عليهم واقول لهم انا اسف، والحين بنريح.